أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومشاهدي قناة ABC العربية. برنامج رواد الأعمال ومثل ما عودناكم دائما بيستضيف رجل أعمال أو سيدة أعمال طبعا أكيد عم بيقوموا بأعمالهم واستثماراتهم بقلب أرض الإمارات العربية المتحدة. لهيك مشاهدينا رحبوا معنا بالضيف حسين العبدالله، هو صاحب سلسلة مطاعم العبدالله. أول شيء مرحبا. أهلا وسهلا فيك استاذ حسين. حابين اليوم نعرف المشاهدين مين هو الاستاذ حسين وشو تشتغل شركه الاستاذ حسين وبشكل عام عن مطعمه. بالبدايه اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بمطعم عبد الله وشرفتونا بقناتكم. اهلا وسهلا. حسين عبد الله هو شاب من لبنان صاحب شركه مطعم عبد الله، جاي من بزنس فاميلي بزنس ما شاء الله، اخذ هذا البزنس من عمر صغير من والده وعائلته، واخذ هذا البزنس من عمر 20 سنه وبلش يطور فيه من 20 سنه لحد الان. حلو ما شاء الله. هذه كحسين عبد الله ما شاء الله. طب خلينا نحكي عن تأسيسكم، يعني اليوم انتم لما بدنا نأسس سلسلة مطاعم اليوم من وين بلشت الفكرة؟ مثل ما قلت من الوالد، لكن انتقلت معكم مثلا اليوم نحن موجودين بالإمارات، تأسيسكم بالإمارات؟ الله، احنا صرنا بلبنان مثل ما قلت لك من 20 سنة. الفكرة كانت من الوالد واخواته، بحبوا الأكل وبيحبوا يشتغلوا بالأكل، وكان عندهم محل صغير بجنوب شيء 25 سنة 30 سنة، وكانوا يشوا الدجاج على الفحم بالطريقة البدائية تبعهم، محل صغير كانوا يشوا فيه وبيتعاملوا مع هالعالم كأنه زباين أو كأنه ضيوف عندهم بالبيت. فهيدي العلاقة كيف أنت بتطعمي ضيوفك وبتهتمي بضيوفك كانت مبلشة على شغل مصغر، وبلشت العالم تجي لعندهم من الضيعة اللي حواليهم. لحين أخذت منه أنا هذا البزنس من تقريبا 22 سنة، وبلشنا نطور فيه لهالبزنس. كان من موظفين ثلاثة لليوم بلبنان بحدود 600 موظف. كم عنا فرع بلبنان؟ بلبنان عنا 9 أفرع بلبنان بالإضافة الإمارات العربية المتحدة. بالإمارات صرنا شي سنة تقريبا ما شاء الله 3 أفرع موجودين ما شاء الله. نحكي اليوم الهدف من انه نقلتكم هالنقلة النوعية وتوزعكم بين البلدان بهالشيء الحلو، في لكم هدف معين ولا في خلطة معينة ولا سر معين عم يتبعوه؟ عم يتبعوا اكيد الاستاذ حسين العبد الله لحتى فعلا يطور اكثر من المطعم. هي العبد الله كله منه بس مربوط بشخص اسمه حسين العبد الله. نعم. عبد الله هو اليوم كان فاميلي بزنس هيدي العائلة، وهيدي العائلة حولها لشركة، وهيدي الشركة بعدها ماشية على مبادئ العائلة. فهيدا التيم كلياته الموجود بالعبد الله هي عائلة. أي شخص بفوت على شركة العبد الله هو كأنه فارت على عائلة العبد الله وعلى عائلتي أنا شخصيا. وهيدا الإحساس اللي هو بيشعره هيدا الموظف إنه أنا فعلا فايت عند عائلة، فايت على عائلتي. الهداء اللي بيعطيه والعطاء اللي بيعطيه له المؤسسة والشغل اللي بيعطيه فعلا بكل رحابة صدر وبكل أمانة، وبيعطي أحسن شيء موجود عنده من أكبر موظف لأصغر موظف موجود بالشركة. نعم. بسوي بعبد الله قبل ما يبلش يظهر ويأخذ قرارات وهو يفتح فروع برات لبنان، عبد الله هو سيستم شغل عليه من 10 سنين، وفي تيم ضخم مشغول عليه لهذا السيستم. لأن عبد الله هو وان ايتم بس بيقدم الدجاج مشوي على الفحم، صندوش مشوي على الفحم، المنيوز تبعه كلياتها هي عباره عن 2-3 ايتم. جميل. وهال 2-3 ايتم هن اللي شهروه من سنين، وانشغل على ليه؟ على الكواليتي تبعه، على الجوده تبعه، على نظافه الشغل تبعه، وعلى الطعم اللي هي اليوم مميزه الموجوده فيها. ما شاء الله. بما انه حكينا عن الطعم المميز، دائما كمان في تميز وخصوصا نحن ببلد مثل دولة الامارات العربية المتحدة بتلاقي تنافس، فالتنافس بالاكيد المأكولات، تنافس بالجاج. اليوم شو اللي ميزكم هلا حصرا؟ متعارف عليه الاكل اللبناني بشكل عام، لبنان بصغر حجمه
متعارف عليه المطبخ اللبناني مشهور عالميا، كتير مشهور بالأكلات اللبنانية. كل المطاعم أو كل البلدان اليوم التشيكن دجاج هو عنصر أساسي فيها، كل الناس بتشتغل بالدجاج، كل الناس بتشوي الدجاج. اللي بيميز العبد الله هي مش بس طريقة شوي الدجاج، هي اليوم سيستم من أساسه مربوط ببعضه أو حلقة مترابطة بدها تكون كل هالعناصر موجودة تجتمع فيه لهيدا الصنف الواحد اللي هو التشيكن الدجاج. يعني بدها تكون عدة عوامل وعدة أمور بده ينشغل عليها لتاخذ هيدي الطعمة وناخذ هيدي الكواليتي الموجودة. يعني احنا بنشتغل بالمزرعة، بندلله كتير للدجاج وبنغنش فيه للدجاج وبنشغل عليه بطريقة بهيك معنى. نوعية العلف الطعمية، المزارع الموجود فيها، دليلينه كتير لهذا الدجاج. دجاج فريش يعني. دجاج فريش. من الآخر. ومش مشغول كتير عليها. نهتم فيه كتير لهذا البرودكت لحتى يطلع معك هذا الإنتاج. طريقة شوي. جميل. طريقة شوي. جميل. طريقة تحضير. كله يتو له أسباب ليطلع بهيدا النتيجة. أكيد أكيد. أما هلأ مشاهدينا رح نتعرف نحن وياكم لطريقة تحضير دجاج العبد الله. اشرح لنا أحمد. أهلا وسهلا فيكم. أول شغلة. أهلا وسهلا. نحن عنا الفروج، نشوي نص شوية بالأول، فروج على الفحم طبعا، بعدين منجيبه مندقه على السكين، نورشه كله على السكين، نحن طبعا مندقه على السكين كرمال فوت تدليلي لجوه لقلبه كرمال تطلع الطعمة مميزة. نعم. يعني بياخد اول شيء نص استواء، بعدين بيندق لين نحط الصوص كرمال نحط الصوص بقلبه. نحن ما بنحط الصوص بالاول، بعدين بنحط الصوص. تمام. نحن بس بنملح تمليح. يعني شوفوا مشاهدينا انه مو السر بانه الخلطه عم بتكون من قبل ما ينحط على الشوي، لا عم ينحط نص استواء بعدين عم ينضف له اكيد التتبيله الخاصه بتتبيله دجاج العبد الله. طبعا بندقه عمالتين نحن كرمال يشرب التتبيل منيح. تمام. وهي التتبيله بنحطها هون. حتى ممكن الدق بيساعد جدا على الاستواء 100% من الداخل، كرمال يستوي من جوا ما يبقى في شيء ني. نعم. خليه يشرب كله على المعلتين. نعم. هيك بيكون طول الفروج متبل خالص. نعم. نحطه على النار. بيرجع بياخذ استواء. 100%. تمام. نحكي كمان اليوم استاذ حسين، يعني اليوم مو بس انه بالامارات، اليوم بلبنان، بالعراق وبجميع البلدان. اليوم كل الامارات العربية المتحدة، خططكم المستقبلية فيما بعد شو ناويين لسه؟ نحن بشكل عام لما اخذنا قرار انه نحن نبلش نظهر نفتح فروع خارج لبنان، عملنا استدي او عملنا دراسه بشكل عام عن الميدل ايست كلياتها وعن الخليج كله وغير الخليج. احترامنا لكل البلدان، احترامنا لكل الدول. اليوم دبي صارت مثل ايمج معينه لكل براند بده ينتشر وبده يكبر برات البلد. فاذا بينجح بدبي هو بينجح بكذا بلد، بيكون في سهوله. احترامنا اكيد لكل البلدان، احترامنا لكل الدول المجاوره اصدقائنا. اليوم دبي متعارف عليها التنوع الموجود فيها من كل الجنسيات من كل البراندات الموجوده هو اللي مخلي دبي اليوم تتميز شوي. فانت اليوم اذا نجحتي بدبي وهي من اصعب البلدان
بتنجحي فيها لانه التنافس فيها شديد. نعم. عالي جدا التنافس فيها خاصه بالاكل، والستاندر الموجود ومحطوط بدبي هو ستاندر عالي، فالناس اللي بتوسع بحالها واللي بتوسع بالبرودكت تبعها وبتعرف هي البزنس تبعها، ونحن ناس خلقانين بهذا البزنس وحافظينه بادق التفاصيل فيه. انا كصاحب بزنس بشتغل بكل التفاصيل اللي موجود فيه. نعم. من اصغر تفصيل لافضل اكبر تفصيل. فاخترنا دولة الامارات لانه بنعرف الستاندر تبعها، وعبد الله واصل لهذا الستاندر بلبنان من الجودة ومن الكواليتي والسيرفيس والنظافة، والحمد لله كانت دبي واجهت خير، كانت ارضية مميزة لاي مستثمر يجي على بلد يعمل فيها بزنس. يعني اليوم كل التفاصيل لنجاح هيدا اللي بدي احكي لك، يعني اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بأمنها وأمانها وقادتها وحكامها، قديش ممكن يكون في رسالة شكر لإلهم للشيء اللي عم بيوفروه، إنه لمن الواحد يقدر فعلا يعمل مشروعه ويبلش فيه ينطلق، فرسالتك؟ لكن هي الخبرية مش بس موضوع إنه أنت اليوم في أمن وفي أمان، أكيد في أمن وأمان، بس إذا بنحكي كجنرال كبزنس بشكل عام، اليوم البلد غير الامن والامان في ارضيه جاهزه لتعملي بزنس عليها. يعني اليوم هيدا البلد اذا ناس صح جاي تشتغل صح، هيدا البلد هي للناس الصح تجي تعمل انفستور وتعمل استثمار فيها. جاهز البلد اليوم لتعملي، واليوم امنت لك كثير فرص لنجاح البزنس فيها. نعم. هيدي زياده للامن والامان. بس كقواعد اساسيه لتعملي بزنس، اليوم البلد جاهزه انك تعملي فيها بزنس صح. التسهيلات الموجودة فيها، سيستم البلد الموجود، نظام جاي انت اليوم على بلد هي سيستم نظام موجود فيها، ما شاء الله عم تجي تطبقي نظام بتنجحي وبتأبدعي. اكيد الله يديم الامن والامان، واكيد ان شاء الله بالتطور المستمر اكيد لمطاعمك، وان شاء الله بنشوفها بشكل منتشر اكثر من هيك ان شاء الله. كمان حابين نسألك سؤال اخير، نحن في حال مشاهدينا تابعوا حلقاتنا وشافونا اكيد، نخبرهم كيف بيقدروا يوصلوا لمطعم الأستاذ أحسين عبر الكاميرا، اللوكيشن بالإضافة لرقم التليفون. هلا نحن اليوم بلبنان معروفين مفتوحين بكل الأراضي اللبنانية، في موجودين على عبد الله على الويب سايت عبد الله عبدالله.com، وبدبي كمان موجودين على الويب سايت تبعنا، فيهم يفوتوا على الويب سايت تبعنا. نحن كل الدول اللي عم نفتح فيها والأوبن نيول اللي نفتح فيها كمان موجودين على الويب سايت تبعنا. حلو. ما حنيجي نقول لهم حتى لو سمعوا عنه كثير عبد الله، بده يجوا يجربوه ويعيشوا هيدي التجربه الحلوه، لانه هي طعم اكثر من انه ألزز فيها طعم عبد الله، اكثر من انه جاي ليشبع او بس، اكيد هو حيشبع بس في لذه بالطعم اللي هو اكيد لا شك بالكلام. أكيد كل الشكر لك الأستاذ حسين العبد الله، صاحب ومدير سلسلة مطاعم العبد الله، أكيد كل الشكر لحضرتك. ميرسي وشكرا لكم كمان. وإلك كمان. إذا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال، نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.